ان شاء الله موعد قرعه كاس العالم قلناه او اتكلمنا عنه. عايز برضو اعرف تعليقه كالعاده الحقيقه قبل اي مباراه على تعيين الكابتن محمود البنا حكما لهذه المباراه وكابتن محمود دسوقي حكما للفار. اعتقد يعني كابتن محمود البنا من الحكام اللي انا بشوفهم مميزين في الدوري المصري. اقل يعني اقل في الاخطاء. اقل واحد من يعني من الاسماء اللي بصراحه يعني واحد بيفرح لما يسمع ان هو هيحكم مباراه النادي الاهلي. نتمنى تاني. والكابتن محمد سوي رغم ان البعض يعني كتب لي على تويتر ان هو يعني له كام لقطه معانا كده مش لطيفه، بس اللي فات مات. احنا بكره يا جماعه في فار، وتاني بنعيد والله ونزيد في الكلمه دي، يعني عيد اللعبه واللقطه زي ما انت عايز شوفها. اهم حاجه فعلا تدي كل واحد حقه والله، حتى لو حاجه على النادي الاهلي احنا هنقول لو حاجه. غريبه ان احنا بنقعد نقول كل ده كل مره كل ده. بصراحه محتاجين ده بس والله بجد محتاجين ده، يعني محتاجين فعلا احنا نساعد الحكام والله بجد. الموضوع مش نقطه، ما عنديش مشكله ان احنا نساعد يعني هم اتمنى يعني. يفهموا ان احنا كل ما بنعمل ده بيخليك انت اليرتد، وبيخليك انت مركز، وبيخليك انت تقول خلاص يا مهندس ما تقول لي، فانا انزل مركز واعمل شغلي. واحنا مش طالبين منك غير انك تعمل شغلك، ما فيش حاجه ثانيه يعني. احنا ولا عايزين محاباه ولا عايزين ظلم. اعمل انت يعني ادي كل فريق حقه معيار واحد. بحيث في نقطه مهمه جدا، الناس ساعات يا كابتن اسلام انا سمعتك في الانترو، الناس ساعات بتعتقد ان انت عشان كسبان وحصل معاك خطا يا عم فوتها بقى. طب افرض ما كسبتش اعمل ايه؟ يبقى انا لازم اتكلم وقت الخساره، لازم اتكلم وقت التعادل، لازم اتكلم وقت الفوز. ليه؟ لان الخطا ده انا ما اضمنش بعد كده يحصل ايه. بعد احنا شفنا امانه بعد المهازل اللي احنا شفناها الموسم اللي فات، احنا ما بنضغطش على حد. حتى كابتن حسام فتحي لما قال لك ده بعض القنوات بيضغطوا على الحكام، ما بنضغطش على حد. هنضغط عليك ليه؟ دي شغلانتك، واحنا شغلتنا كاعلام ان احنا نراقب. مفيش ضغط، انت اعمل شغلك، ولما تعمل شغلك 100% اتفرج بقى علينا احنا هنزيط لك ازاي. انا اتمنى ان هو والله بجد انا اتمنى ان انا اطلع يعني. انا ما حدش اتكلم على التحكيم في المباراه السابقه على الرغم ان هو كان فيه حاجتين ثلاثه بنالتي. في بنالتي قلناها، ولكن بقيه المباراه انت متكلم كلنا متكلمين عن التحكيم بشكل جيد. وبالتالي هو ده المطلوب او هو ده دورك، ان احنا نقول في الوقت الكويس الحكام فيه كويسين هنقولهم كويسين، وحشين هنقول او ادائهم مش كويس هنقول ان ادائهم مش كويس. هقول لحضرتك على حاجه، انا بصراحه لما شفت كلمه محمود البنا انا اطمنت، يعني نفسي يبقى باقي الحكام زيه بصراحه. كابتن محمود البنا واحد من افضل، اللي هو افضل حكم مصري، وبستغرب ان هو ازاي مش بيبقى موجود في كاس الامم الافريقيه، مش موجود يعني في محافل يستحق بصراحه ان هو يروح كمان كاس عالم. نسبه الخطا مع محمود البنا بتبقى قليله، حكم ممتاز بصراحه. لما بيبقى في حكم مميز بنقول ان هو حكم مميز، يعني حتى ماتش الزمالك والاسماعيلي كان هو لسه بيحكمه لعبه ضربه الجزاء، كان قريب منها جدا، شايفها من غير تردد بيحسبها. فبالتاكيد يعني نتمنى له التوفيق بكره يعني. ولكن هنبقى محتاجين برضو او دايما هنبقى محتاجين حكام على الفار طبعا، لان ممكن الحكم يغرقه. ممكن حكم الفار زي ما عمل السنه اللي فاتت في ماتش الزمالك والمصري، السنه اللي فاتت كان البنا الحكم وكان محمد عباس قبيل حكم الفار. كان في هدف الزمالك اللي هو اللي فازوا بيه في اخر الماتش، كانت اللعبه اصلا من بدايتها فاول. محمد عباس قبيل حكم الفار ما جابلوش اللعبه دي، وجاب له لعبه لمسه اليد بتاعه ضربه الجزاء. فالناس شايفه ان الحكم شايف كده فمش شرط برضو ان الحكم ان هو مميز، لا، ما لازم برضو فعلا دور للفار مهم جدا يعني. وكلنا ثقه الحقيقه زي ما كابتن محمود قال، كابتن خطيب قال يعني ان احنا كلنا ثقه وثقه كبيره جدا في التحكيم المصري، ولكن كل اللي بنطلبه هو العداله، العداله وتطبيق معايير واحده في كل المباريات.